مساء الفل. الكلام على الاهلي اللي بقالنا كتير ما بنتكلمش عنه، ما الدنيا واقفه والحاله واقفه، بري سيزون وما بنشوفش اي حاجه للاهلي، فما فيش حاجه نتكلم فيها. بس المهم ان الفتره دي هي فتره مهمه من كل موسم، وهو الكلام عن الانتقالات، مين راح فين وجي منين والكلام ده كله. الحقيقه انا ما بحبش اشغل بالي بالكلام ده لانه ما بيفرقش معايا. المهم معاكم محمد عطيته برنامج كابتانو، والكلام عن حاجه ليها علاقه بصفقه متوقعه للنادي الاهلي. الصفقة للأهلي مضى معاها خلاص وبشكل رسمي والكل مبسوط بيها، هي أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر اللي الكل مبسوط بأنه جه في مركز حساس، بقالنا كتير قوي بندور على حد في الحتة دي يملاه ويخلي غرور جماهير الأهلي يبقى مرضي من بعد حسام عاشور اللي فضل فترة كبيرة جدا في الحتة دي، ومن دلوقتي بندور على حد يبقى خليفته في الحتة دي. واستقرنا على أليو ديانج اللي كنا كلنا عمالين نقول عايزين فرانك كوم من الترجي، ودلوقتي جالنا أليو ديانج. لكن انا اقدر اقدر هذا الامر اننا فعلا محتاجين في الحته دي حد بالقيمه دي، ومبسوطين كلنا من صفقه أليو ديانج. بس مش هو ده اللي انا بتكلم عشان، مش هو ده اللي انا بعمل الفيديو عشان. اللي بعمل فيديو عشانه هو الاقاويل والكلام الكتير اللي انتشر على ان الاهلي بيفكر يمضي مع لعيب معين، واللعيب ده لا ده نقرب شويه. اللعيب ده هو علي جبر. والله عشان نبقى على نور ونتفق، علي جبر لو قدر لي وجي الاهلي ولعب ولبس تيشرت الاهلي، فممكن في اي وقت من الاوقات تلاقونا بنشكر فيه ونقول عليه متشكرين وبرافو وانت برنس والكلام ده كله. فالكلام ده هيبقى من واقع انه اهلاوي لابس تيشرت الاهلي، بس بما انه لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي ما جاش، فاحنا هنتكلم على اللي شايفينه بعينينا السنين اللي فاتت دي كلها من علي جبر. علي جبر اللي احسن حاجه في كاريره بالنسبه لنا كاهلاويه هي الهدف بتاع ايفونا في وسط ثلاثة، يعني حاجة فضيحة. علي جبر اللي عنده 31 سنة ومش عارف احنا جايبينه ونعمل بيه ايه يفنش عندنا. علي جبر اللي افضل حاجة في تاريخه كانت في كاس الامم الافريقية، اعلى مستوى وصله كان في كاس الامم الافريقية، كان جنبه احمد حجازي وفي ظهره عصام الحضري وبيلعب في بطولة ايما كلها وكورتها بنسبة كبيرة على الكرات العرضية والطولية اللي هو بيتميز فيها، يعني راس ماله. لكن انت جاي الاهلي تعمل ايه لجنبك احمد حجازي ولا الدوري المصري؟ اكبر ميزة واهمها فيه هي الكرات العالية والطولية. بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا ان يكون علي جبر هو الحلقة المفقودة اللي بندور عليها لدفاع النادي الاهلي لترميمه، لان النادي الاهلي يسمحوا لي اقول لكم ان احنا عندنا ولا واحد في اللي موجودين كلاس ايه، ولا واحد. شايفك اللي بتقولي رامي ربيعة اقنعوه الاول يخف واقنعه عضلاته تتعافى ويرجع يلعب، وبعدين نتكلم ونصنفه اذا كان كلاس ايه ولا كلاس بي ولا كلاس انه مصاب اصلا، فخلوا قصة رامي ربيعة دي على جنب. لكن انك تقول لي علي جبر هو اللي هنجيبه يوقف الفرقه على رجليها عشان يبقى معانا فرقه تقيله وناخد افريقيا، فاسمح لي اقول لك الكلام ده مش داخل دماغي خالص. انا مش عايز ابقى زي العقده في المنشار واقول لك ان انا ما اعرفش حلول، بس ما بيرضينيش علي جبر. انا في نفس الوقت برضو عايز اقول لك ومقتنع تماما ان السوق المصري والقماشه المصريه في المركز ده ما فيهاش، يكاد نكون في مصر ما عندناش حد في قلب الدفاع نقدر نقول عليه انه لعيب تقيل يقدر يشيل منتخب مصر. المنتخب ما فيهوش غير احمد حجازي، اللي حتى حجازي في البطوله الاخرانيه في كاس الامم الاخرانيه دي ما كانش احمد حجازي اللي نعرفه. فخلينا اقولك ان انت يوم ما تقرر تدفع فلوس ما اعتقدش انك تدفعها في علي جبر اللي ما يفرقش اي حاجه عن سعد سمير ومحمد نجيب وحتى ياسر ابراهيم. واذا كان في خلاص قررت ان انت تدفع وبكتير زي ما قرينا على علي جبر، فانا شايف انك تدفع في لعيب سنه صغير على الاقل، وان كانوا زي بعض في الامكانيات فصغر السن هو يبقى افضل بكتير. اسامه جلال، وحتى يا راجل لو قررت انك تجيب احمد ايمن منصور اللي انا شايفه افضل من علي جبر. وخلينا اقول لكم على حاجه كمان يمكن حتى نتخانق فيها سوا، عارفين محمود متولي اللي انا بقول عليه دايما انه اوفر ريتد واخد اكتر من حجمه؟ اعتقد انه برضه احسن من علي جبر. في حلول وفي حاجات كتيره. انا من وجهه نظر المتواضعه ان انا مش موافق تماما على صفقه علي جبر، ومش شايف ان هي الصفقه اللي توقفنا على رجلينا، ولا ان هي الصفقه اللي نقول عليها هي دي اللي هتسند الاهلي. انا مش موافق على الصفقه دي خالص، بس لو جه الاهلي على راسي وامرنا لله هنعمل ايه. ده الكلام عن قصه علي جبر. نشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جاي قريب جديد، بس يا رب ان شاء الله ما اتمنى ان ما يكونش له علاقه بالصفقات والكلام ده اللي انا ما بحبوش، بس يعني كلام كتر على علي جبر فيعني حبيت ان انا دردش معاكم شويه. كان معكم محمد عطيته برنامج كابتن، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناة لو عجبتكم الحلقة، ونشوفكم مرة تانية ان شاء الله. سلام.